للمزيد حول تداولات الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور الدين أهلا وسهلا بك. إذن كما تحدثت أرقام اقتصادية مهمة هذا الأسبوع من الولايات المتحدة، أرقام الوظائف. هلا أنت عادة متشائم بالاقتصاد الأمريكي، ولكن رأينا بأنه الأرقام مؤخرا تأتي إيجابية، خاصة أرقام للجي دي بي، القراءة أتت أفضل من مما كان متوقع. بالتالي هل تغيرت الصورة بالنسبة لك للاقتصاد الأمريكي؟ وعلى المدى القصير لم تتغير ولا حتى على المدى الطويل. التغيرات أول شهد ارتفاع بالناتج المحلي الإجمالي بالفعل إلى 4 أو 4.5 حتى تقريبا وصلت، لكن السؤال ما الذي حصل إلى توقعات الربع الثالث من العام الجاري؟ كانت 4%، الآن وصلنا إلى 2.5%. السبب في الارتفاع بالناتج الإجمالي الأمريكي كان الانفنتوريز أو اللي هي المخزونات. المخزونات لا يعني بالضرورة ارتفاع السيلز أو ارتفاع المبيعات. أيضا الديوربل جودز إذا نظرنا إليها، فيما لو قمنا بسحب أو باستقطاع الديفنس أو الديفنس أوردرز اللي هي طلبات العسكرية، لشهدنا بالفعل انخفاض بواقع 1.8%. فالأرقام، وهذا هو قد يكون السبب الذي نشهد فيه الآن النوع من الدعم الأمريكي على أو نحو الإرهاب في المنطقة العربية نوعا ما. هذه من جهة. الجهة الأخرى، الأرقام التي ننتظرها الآن اليوم في الغالب أو على الأقل الأسبوع الحالي، الوظائف الأمريكية من جديد. انخفاض معدلات البطالة كان بسبب انخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل، نحن عند أدنى مستوى منذ العام 1973، حتى فيما لو شهدنا إضافة أكثر من 200 ألف وظيفة. المهم من جديد النظر إلى مدى الكواليتي أو ما هي الوظائف التي سيتم إضافتها، هل هي أرقام بالفعل أو هي وظائف ذات دوام كلي أم دوام جزئي. الشيء الأهم من ذلك، الآن الجميع يسعر في الأسواق أن الفيدرال الأمريكي سيقوم برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لكن يبقى هذا السؤال نوعا ما مشكوك في ذلك، لأنه لدينا ديون بأكثر من 17 تريليون دولار. هذه من جهة. وما الذي سيحصل لقطاع الإسكان؟ قطاع الإسكان إلى الآن لا زال عند قرب أدنى مستوياته أو حوالي، لم نشهد هذا التحسن الكبير جدا. الشيء الأهم من ذلك، الpopulation إلى الemployment ratio اللي هي نسبة التوظيف من ناحية الإسكان لا زالت قرب أدنى مستوى لها بالتاريخ، على الرغم من أنه الcorporate earnings عند أعلى مستوى لها بالتاريخ. نور الدين، أنتقل إلى أوروبا. كل الأنظار على اجتماع البنك المركزي الأوروبي. هل من أمور مهمة قد نسمعها من هذه الاجتماعات أم فقط تفاصيل أكثر حول برنامج الـ ADS أو Asset Backed Securities؟ نعم، ADS عفوا. احتمال أن نشهد المزيد من التعليقات، وهناك أيضا احتمال أن يقوم مرة أخرى ماريو دراغي بتخفيض الفائدة على الودائع من جديد كما حصل خلال الاجتماع المقبل، لأنه اليوم شهدنا أرقام التضخم تنخفض من جديد إلى أدنى مستوى منذ حوالي منذ العام 2010 عند 13 نقطة مئوية، لكن الكور سي بي آي أو المؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضا انخفض إلى 17 نقطة مئوية من أصل 19 النقطة المئوية. هذا قد يؤدي من جديد إلى تدخل خلال الأسبوع الحالي، خصوصا أنه وهذا الشيء الذي سعرته الأسواق بداية الأسواق الأوروبية اليوم كانت منخفضة، لكن بمجرد الإعلان عن أرقام التضخم شهدنا عودة للارتفاع وأصبحت الآن بالمنطقة الخضراء. فمن الممكن أو في الغالب ما سنشهد احتمالية سواء التحرك خلال الاجتماع الحالي أو الاجتماع المقبل بمزيد من المعلومات، لكن من جديد ألمانيا سترفض أي تيسير كمي، والحل الوحيد الآن هو الاستمرار بتخفيض قيمة العملة الأوروبية الموحدة اليورو. مستويات 20 ستكون قريبة جدا، وحتى مستويات 1.1877 ومنها حتى مستويات 1.15. في 30 ثانية نور الدين، أرقام جي دي بي قوية من بريطانيا، هل هذا يقرب برأيك موعد رفع الفائدة؟ ليس العام الحالي، في الغالب ما سيكون العام المقبل. أيضا الأهم من ذلك أنه شهدنا ارتفاع مرة أخرى في العجز بالحساب الجاري إلى أعلى مستوى له منذ حوالي الربع الأخير من العام الماضي. هذا الشيء الذي قد يقلل نوعا ما هذه التوقعات، لكن في الغالب رفع أسعار الفائدة سيكون العام المقبل وليس العام الحالي، وهذا الشيء الذي أدى أيضا إلى انخفاض الجنيه الاسترليني ما دون مستويات 1.62. نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، هذه نهاية غداء عمل. دائما للمزيد تابعونا على تويتر على